مرحبا بكم، السلام عليكم. دونك المقابلة كانت صعيبة، ولكن وقع النتيجة كان أصعب صراحة. ما كناش ننتظروا أنه تكون النتيجة يعني 3-0. بوتيتر كنا أميريت بوتيتر سكتو في الانتام تاع الزامي. على كل أنا نتصور أنه قاعدين أون باس بار بريود صعيبة ثقيلة ثقيلة سوري توت ليكيب نحسوا فيها، ما فهمت يعني تعرفوا فما ديسيبسيون، ولكن فما بريسيون نحس انه اكثر من لازم على الكيب هذه، فهمت. بورتون انا جوال وعطاو اقصى ما عندهم وما يسحقوش بتاتر الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه هذا الكل، سيرتو تعرفوا انه فما بوكو جوار ما عندهمش اكسبيرونس كافيه، دونك يتاثروا نوعا ما. شفتوا اليوم بوكو ديشي تكنيك، معناها يابي كا با بوكو دو كونفيونس، كانش فما ثقة، ضيعنا كور سهلة معناها نضيعو فيها. هم شادو من اللاعبين نعرفهم، يمكن مسحقين أكثر سوتيان، بالنسبة لي أنا لاعبين ممتازين، ولكن هالعثرة الصغيرة اللي تعدينا بها في آخر معناها الوقت هذا ممكن أثرت علينا نوعا ما معنويا، ولذلك لازم إحاطة كبيرة باللاعبين هذوما، هذاك اللي قاعدين نعملو فيه إن شاء الله. الرياضة دي صغيرة نخرج منها. على كل احنا حاليا في مرحلة ثالثة، مازالوا عنا 3 مباريات، عنا فارق 5 نقاط، هذا الأوبجيكتيف اللي نحاول نكملو بيه السيزون. عنا 2 ماتش على دوميسيل، دونك عنا الوقت إن شاء الله نخدمو مالغري إنه فما تعب صراحة يعني ذهني وجسدي. تعرفوا من 5 أيام كنا نلعبو في القاهرة، تمشي القاهرة 6 ساعات وترجع 6 ساعات وتعمل 2 سيونس وتجي لهنا لكازا، دونك كيلكو بار كما شوية تعب معاه. انو عنا دي جوار اللي مازالو ما رجعوش 100%، شفتو معناها بوكو دو فوا وما ليفيكتيف ما كانش كومبلي، ودي جوار اللي هما دي تيتولار ومالغري سا ما شكيناش، ما قلناش احنا ناقصين ولا، ولكن هذا الـ الواقع. ما ضحكتش سمعنا الكل في الكل يعني فاش تلعب كوره ما جاتيش حاولت تجيري يعني بناء على المعطيات اللي عندك، تعب اللاعبين، التعب الذهني، وحتى كي باش ترجع باش تتعب. الكره كي باش نرجع باش نكونوا مرتاحين، بالعكس باش نتعبوا باش نكونوا بعاد على الكاج نتاع الادفرسير، باش نجروا اكثر باش يجرونا. تعرفوا الرجاء تكنيكمون سون فور، اي بوي حطيت لي جوار لي كي سون ان فور واللي عندي معناها جاهزين بدنيا وحاضرين، هما اللي كانوا معناها عندهم نزعه نوعا ما هجوميه كيما مرابط و رضا. شكرا لك طلال. الحقيقة وتعرف انا كي جيت امين ما كانش يلعب، يعني بوكو جوار ما معناها اللي بتاتر الروندمون تاعهم تحسن وهو كان يتحسن، حتى عسال ولا كيف اليوم قدم مباراة طيبة، كيف سواء لعبها ريال جوش ولا في اللاكس. دونك انا بالنسبة لي انا ديما اللي يقدم الإضافة يلعب، ما عنديش مشكلة إن شاء الله يكمل على المنوال هذا إن شاء الله. واضح كوتش، كان شكون كتافي بالقدم، شكون كتافي بالقدم مع كوتش معين؟ لا لا ما نساش ما نساش، هو خارج إطار المباراة، ولكن أعطيني المصدر وجيب لي التصريح. قلت لي أنا قلت جيب لي التصريح. المهم سؤالي هو لا المهم بالنسبة لي أنا تقول لي وين التصريح، جيب لي التصريح. لا ما نمرش السؤال الثاني الا ما يجيب لي التصريح. جيب لي التصريح. وقت جيب التصريح. جيب التصريح. كشفك طالع تدخل. تفضل كريم. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب. وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساوش ديروا جيم.